العنوان اللي هتكلم فيه دلوقتي مع حضراتكم من غزة إلى أوكرانيا. الحروب والأزمات بتتراكم بشكل كبير، والجهود اللي بيبذلها الدبلوماسيين والجنرالات اللي موجودين في العالم. تناولت بقى صحيفة الإيكونومست البريطانية وقالت إنه مأزق الولايات المتحدة بيتفاقم نتيجة تراكم الأزمات والحروب وصعوبة احتواء الوضع. طبعاً كمية أزمات كتيرة، وسببت كمان أزمات اقتصادية كبيرة وأزمات كتير. كمان قالوا إنه تقرير الإيكونومست بيقول خلال طرح سؤال مهم جدا، قال فيه ليه العالم الغربي انتفض علشان أوكرانيا، كلنا تابعنا ده، في حين إنه سايب غزة تباد من على وجه الأرض على مدار أكتر من شهر. وكمان فكرة إنه التعاطف الشديد اللي كان مع أوكرانيا على إنها الطرف المظلوم، الطرف اللي اتشردوا أهله، الطرف اللي الناس خرجت من أوكرانيا راحت لأماكن كتير في أوروبا، وكنا بنتابع القطارات ونتابع الناس دي رايحة فين وبيعملوا فيهم إيه والطقس ومش الطقس، وكان الحقيقة الكل عايز يعمل يعني قطيعة لروسيا وإزاي يعملوا إيه، ونفس الوقت بنفس الميزان. طب انت مش شايف الطرف المظلوم اللي موجود في فلسطين واللي بيتم إبادته؟ خلينا نشوف من غزة لأوكرانيا كيف يقيمها أستاذ العلوم السياسية دكتور طارق فهمي. مساء الخير يا دكتور طارق. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي فندم. يعني الحقيقة دكتور طارق، وإحنا بنتابع كده يعني ما يكتب في الصحافة الغربية وتحديدا في بريطانيا، فبنتابع مثلا إنه يعني ما يقال عن الأزمات وتراكم الأزمات الكتيرة اللي بقت موجودة في العالم، وكلها بقت يعني بتسبب أزمات للعالم كله. ما يحدث من غزة لأوكرانيا، يعني لماذا لا ينظر الغرب ولا أمريكا حتى أن يعامل فلسطين كما تفاعل جدا مع أوكرانيا؟ هو بالتأكيد طبعا عنوان ما ذكرتي حضرتك وأشرت وقررتي هو جزء مرتبط بالمعايير المزدوجة التي تتعامل بها الدول والفعاليات الدولية الكبرى في العالم. القوى الرئيسة في العالم بتتبع يعني مقاربة لمصالحها وأهدافها في ما وراء يعني هذه الارتباطات في إطار عالم الآن بيتشكل عالم جديد، عالم متعدد الأقطاب بالفعل، بتروج له روسيا والصين. لا تزال الولايات المتحدة متمسكة بالنظام الدولي أحادي القطبية، وهذا يفسر لحضرتك لماذا انتفض العالم الغربي بكل قيمه الليبرالية والتعددية والديمقراطية لأوكرانيا، ولم ينتفض لدعم غزة، بل بالعكس انحاز إلى الرواية أو السردية الإسرائيلية في هذا الإطار الخاصة بالدفاع عن إسرائيل ودعمها بهذه الصورة الغير مسبوقة في تاريخ العلاقات الدولية، بمعنى أن كل دول العالم احتشدت عسكريا ودبلوماسيا وسياسيا خلال الأسبوعين في بداية الأزمة من 7 أكتوبر إلى تقريبا نهاية أكتوبر. إن احنا النهاردة في اليوم 41 من الأزمة، أعتقد أنه العالم أعاد تقييم حساباته. في جزء من الصورة مرتبط بالرأي العام الدولي، الرأي العام الدولي وخصوصا في عدد من الدول الأوروبية اللي شهدت عدد من التظاهرات، الصورة كانت مختلفة، بمعنى أنه القوى الغربية وهي تدعم إسرائيل بتدعم ما تدعي أنها قيم للديمقراطية والتعددية وغيرها، لكن بطبيعة الحال هذه الممارسات التي قامت بها إسرائيل أعادت تقديم الرواية القائمة على فكرة استخدام العنف والعنف الممنهج وإرهاب الدولة بكل مقاييس. القضية ليست إبادة وليست حروب ضد الإنسانية، لكن متعلقة باستخدام القوة في عالم أصبح الآن الحديث فيه عن القوى الممنهجة هو الحاكم لهذا. لهذا تلوح دول باستخدام القوة زي الولايات المتحدة في منطقة جنوب شرق آسيا، تفرض عقوبات على روسيا الصين، تتحرك دول داعمة لإسرائيل بهذه الصورة، وتترك كيانات صغيرة. يعني لا نتحدث هنا عن كيان دولة، إنما نتحدث عن فصيل المقاومة. في النهاية لا نتحدث عن قوة كبيرة، لكن أن تسمعي أن من يريد استخدام النووي ضد قطاع غزة
وضد كل ما يجري. تسمعي حضرتك عن خطط تهجير وتسكين وترحيل وتنصير. صحيح. مفاهيم جديدة يتم استدعائها منذ المرحلة الإمبريالية بصورة، وكأن التاريخ يعيد تقديم نفسه لدول تريد أن ترحل دول أو كيانات، يعني ترحيل لفلسطين وإنهاء القضية الفلسطينية لا يزال في المشروع الصهيوني أو المشروع الصهيوني الجديد. هم بيتحدثوا فيه عن ضرورة تحميل دول سواء الجوار أو خارجه. اليوم إسرائيل بتنتقل من فكرة الترحيل لدول الجوار إلى أوروبا، وبالتالي الحديث هنا عن طيب. وهنا اسمح لي في نقطة دكتور طارق، يعني يمكن وأنا بتكلم مع حضرتك أنه الإيكونومست لما كتب ده البريطانية، يعني الصحيفة طبعا المختصة جدا بالاقتصاد والأشياء، أكيد هي طرحة ده من باب الأزمات، يعني العنوان من غزة لأوكرانيا، هي مش بتتكلم تعاطفا مع غزة، هي بتتكلم أنه وكأن العالم امتلأ أزمات. لكن يمكن إحنا اللي بنطرح السؤال، يعني أنتوا شايفين أن العالم امتلأ أزمات، لم يسأل أحد فيهم يعني لماذا أوكرانيا وتتركون غزة للإبادة؟ يعني الحقيقة الأنظمة والإعلام الغربي كله في اتجاه واحد. يعني خلينا أقول لحضرتك أنه النظام الدولي هو نظام جائر، يعني نظام جائر لم يعطي وينصف الدول الصغيرة أو الكيانات الصغيرة. كما تعلمي الفلسطينيين آخر شعوب العالم اللي هي محتلة، وبالتالي هذا العالم الغربي هو من حرض إسرائيل على استخدام القوة. كل هؤلاء من القادة الكبار الأوروبيين والرئيس الأمريكي والمسؤولين في الإدارة الذين جاءوا إلى المنطقة انتفضوا لدعم إسرائيل ولم ينتقدوا ما يجري في إسرائيل. الدولة العبرية أكملها تنتفض في مواجهة مركز طبي ومستشفيات ومحاولة لتدمير البنية الأساسية كي لا يكون القطاع صالح للحياة. إجراءات غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الدولية. لكن خليني أحذر من نقطة حضرتك مهمة. نحن لا نريد أن نتعامل في الملف الفلسطيني كمنظور إنساني. القضية الفلسطينية قضية سياسية وليست إنسانية، مع التقدير الكبير لما يحتاجه الأشقاء الفلسطينيين من مساعدات وأعمال إغاثة، وهذا حق طبيعي ومشروع للإنسان سواء الفلسطيني أو لأي إنسان في العالم. صحيح. لكن القضية الفلسطينية حضرتك هي قضية سياسية. لهذا مصر تعيد تقديم المقاربة الأوسع أو الشاملة، مقاربة الشاملة، تتكلم على فكرة إقامة دولة فلسطينية على جزء من أرض فلسطين التاريخية. وحضرتك تعلمي أن القرار الذي أنشأ إسرائيل هو قرار 181 الصادر سنة 47 والقاضي الإعلان دولتين على الأرض، دولة يهودية أنشأت وباقي الدولة العربية، وبالتالي لا يمكن لإسرائيل أن تتذرع أو تنتقد أو تتحفظ على القرار الذي أنشأها. وبالتالي هنا الحديث يجب أن يكون أوسع وأشمل، بمعنى أن ننتقد من الإنساني إلى السياسي، ننتقد من السجب والإبانة إلى اتخاذ إجراءات واقعية. صحيح. صحيح. أشرت حضرتك النظام الدولي هو نظام جائر، وتقود الولايات المتحدة بنوع من الكبرياء والاستعلاء على المشهد، يعني استعلاء كامل على التجري وتحريض كامل للجانب الإسرائيلي للاستمرار في خطه، ورفض الإدارة الأمريكية أن تضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، بل وتحرضها على هذا. بالتالي أنا أعتقد أن الولايات المتحدة ستدفع تكلفة عالية، ومن حضورها الاستراتيجي في الإقليم سواء في الشرق الأوسط أو في المنطقة الأخرى، وبالتالي بدأت مصالحها تتضرر. أكيد. وسيحاسب هذا الرئيس الأمريكي ومن معه في الانتخابات الأمريكية، لأنه الآن في صراع داخل الكونجرس يجب أن نعترف طبعا وداخل الأحزاب، يعني حتى يعني حتى حزب الديمقراطيين عنده مشاكل. أكيد يعني لازم نقول أن إسرائيل ليست محل خلاف تباين في الكونجرس، يعني جمهورين الديمقراطيين متفقين على أمن إسرائيل، لكن إدارة الأرض والمواجهة وأنه الاتهام للرئيس الأمريكي اليوم في بعد داخلي مهم أن احنا ننظر إليه، بمقصر في التعامل في تقصير كامل مع القتلى الأمريكان والتسعة رهائن الأمريكان الموجودين. فبالتالي الكونجرس سيعقد جلسات استماع وإنصات بدءا من منتصف الأسبوع المقبل. فبالتالي أعتقد أنه في بعد داخلي في هذا، وحكومة أكيد. الحرب في إسرائيل ستستمر حضرتك تزايد وتناور لإعادة هيبة الدولة وإعادة تأكيد الجمهور الإسرائيلي السائر في الساحة السياسية، ويطالب بطبيعة الحال بعودة الأسرى والرهائن وغيره في ضغوطات كبيرة يتعرض لها نتنياهو. والقضية ليست في الأشخاص، يعني القضية مرتبطة بمكانة الدولة وقدراتها. الجنرالات الذين تدعو لتشكيل حكومة الحرب اللي بتدير المعارك الآن
اختبروا المواجهات في قطاع غزه، وزير الدفاع نفسه كان قائد المنطقه الجنوبيه، صحيح. رئيس الاركان خدم، صحيح. في مناطق الوسط والقياده الوسطى، فبالتالي حضرتك بتتكلمي على قيادات مجلس الحرب، يعني هم من اداروا حروب غزه في الفترات الماضيه، لا حديث عن، صحيح. يعني لا يوجد طرف سياسي يستطيع ان يتحدث. اكيد دكتور طارق، يعني اكيد انا بتفق مع حضرتك في كل ما ذكرته، واهم نقطه اعتقد هو ان يكون الالتفات لها هو ان تعود القضيه الى دولتين، يعني ولكن احنا حتى هذه اللحظه لا نسمع منهم هذه الجمله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسيه.